عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير كيك بالقهوة، تيجي رائع واقتصادي. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد. خليكم على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غنحتاجوا 5 البيضات، كاس ديال السنيدة، كاس ديال الزيت مع مرش، كاس ديال القهوة سريعة الذوبان اللي يكون بارد، وغادي نحتاجوا كيس الفانيلا، وغنحتاجوا 24 غرام ديال البيكن باودر، ورشة ملح لتصحيح الذوق، وغنحتاجوا جوج كيسان ونص ديال الدقيق، وغنحتاجوا معاهم واحد جوج معلقات ديال دقيق الذرة. بسم الله على بركة الله. ناخذ البيض ديالنا، ودائما البنات كيف ما تنقول لكم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا البيض عندي غير صغير، داكشي علاش خديت 5 البيضات. مي الا كانوا البيض الا كان عندكم البيض كبير تستعملوا غير 4. تنضيفوا عليهم كيس الفانيلا ما يعادل 7 غرام ديال الفانيلا، اولا كانت الفانيلا ليكيد، وتنديروا قبيصه الملح لتصحيح الذوق، تنزيدوا عليهم كاس ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن ما يعادل تقريبا واحد 100 حتى 110 غرام ديال السكر، وتنضربوا مزيان حتى تضاعف حجم ديال البيض ديالنا وتيتبدل اللون ديالو. سمحوا لي البنات هنا راه ما كانش البول ديالي مقابل مع الكاميرا. تنستمروا في التضرب، حتى يتبدل اللون ديال الخليط ديالنا ويتضاعف الحجم ديالو. الا بغيتوا البنات يصدق معكم اولا يصدق لكم الكيك ديالكم، ضروري في هذه المرحله يتضاعف حجم البيض ويتبدل اللون ديالو. في هاد الاثناء تنضيفوا الزيت ديالنا، وكيف ما تنقول لكم بقياس كاس العنبه كاس الزيت اللي يكون مع مرش ناقص واحد سنتيم تقريبا، وتنضيفوا القهوه ديالتنا سريعه الذوبان من بعد ما تكون بارده، لان الا كانت سخونه تيطيب لينا البيض، يعني البيض تيبدا يبان لك على اساس انه بدا تيطيب. تنضيفوا القهوه ديالتنا بمراحل، ما تنضيفوهاش دفعه واحده، تنقسموها على واحد 3 المرات اولا 4. دائما تنستمروا في التضرب مع اضافه القهوه بالتدريج، ومني تنكملوا الخليط ديالنا تنضيفوا الدقيق، ولكن دائما البنات تضرب، ولو يكون عندكم غير ضرب يدوي تتبغي الكيك يتضرب مزيان باش يصدق لنا الكيك ديالنا. البنات اللي كانوا سولوني ان الكيك ديالهم تيهبط حتى تيخرجوه من الفران، غالبا الكميه تاعت الدقيق ما تتكونش كافيه. تنضيفوا جوج معلقات ديالنا ديال دقيق الذره او المايزينا، وتنضيفوا البيكن باودر ديالتنا مع الدقيق اللي 24 غرام، يعني ما يعادل واحد 3 ساشيات في المغرب، وتنخلطوا النواشف مزيان. من بعد ما نخلطوا النواشف ديالنا مزيان تنضيفوا بمعلقه بشويه بشويه الدقيق، ودائما البنات حتى الدقيق اللي تنضيفوه في وسط الخليط خاصو تيتجانس وما يبقاش يبان لينا عاد باش نضيفوا كميه اخرى. كيف ما قلت لكم البنات اللي ما تيصدقش معها الكيك، او البنت اللي كانت سولتني قالت لي بانها تخرجت الكيك من الفران ديالها وهبطت ليها، غالبا الكيك كان ناقص فيه الدقيق، يعني ما كانش الكميه تاع الدقيق كامله، يعني كان خفيف الكيك، هذا هو اللي خلاه تطابت وعاودات هبطات. انا تنفضل، وكيف ما تنقول لكم دائما النصائح ديال الكيك 3 المراحل، تضرب في الاول مزيان، ومني تنكملوه خاص الكيك ديالنا نكتبوا به رقم 8. إن فوا تيكتب رقم 8 تكون متاكده ان القوام ديالو راه صحيح 100%، لان ما تتضيفيش مازال الدقيق باش ما يجيكش ثقيل، وما تيكونش الدقيق قليل باش ما يكونش خفيف ويهبط لك.
ومني تنبغيو نخويو الكيك ديالنا في المول من بعد ما تندهنوه بالزبده اولا بالزيت وتنرشوه بالدقيق، تنحاولوا ما امكن ان يدينا نهزوها الفوق بزاف باش تعطينا باش يخرج داك الهواء ديال من وسط العجين ويطلع لينا الكيك مزيان ويعطينا داك الشكل الاسفنجي من الداخل. من بعد ما كملنا التطراب ديالنا تنحاول نحيد الدقيق اللي في الجانب ديال البولب وتنضرب غير بالضرب اليدوي وتنكتب العدد 8 كيف ما تنقول لكم باش تنتاكدوا من ان القوام ديال الكيك ديالنا راه صحيح 100%. الا تقطعت لينا ديك رقم 8 تنكونوا متاكدين ان باقي خاصو شويه الدقيق، تنضيفوا ديك المعلقه اولا جوج حتى تتكتب لينا 8 مقاده ما تتقطعش نهائيا. في هذه الاثناء انا دهنت المول ديالي بالزبده ورشيته بالدقيق وتندير يعني نفس الطريقه اللي تنقول لكم دائما اننا تنهزوا البول بقدر المستطاع الفوق باش تيتهوى لينا، هنا البول ثقيل سمحوا لي باش تيتهوى لينا القوام ديال الكيك ويصدق لينا الكيك ديالنا 100%. الفران بارد عندي ما مسخنش نهائيا، غادي نشعلو حتى ندخل الكيكه ديالتي عاد باش تنشعلو غير من التحت على 180 درجة حتى وكان يطلع الكيك ويبان لينا انه لا عطات الريحة ديالتو ديال الطياب في وسط المكان اللي تنطيبو فيه، عاد باش تنشعل من الفوق باش غير يتحمر وياخد داك اللون الذهبي ويكمل الطياب ديالو ونخرجو. غالبا تياخد ما بين 45 دقيقة حتى 50 دقيقة. الكيك ديالنا هو في الفرن لانه تشقق من الفوق وخد اللون الذهبي ديالو، نخرجوا الكيك ديالنا من الفران وتنقلبوه بواحد العود ديال اللي يكون رقيق اولا سكين يكون حاد، ملي تيخرج لينا هذاك العود ناشف ما فيهش نهائيا العجين من الداخل تنتاكدوا ان الكيك ديالنا راه طيب 100%. تنسقيو الكيك ديالنا بالحليب وتبقى اختياري، تقدروا تسقيو حتى بالقهوه، انا هنا سقيته بالحليب واحد نص كاس ديال الحليب اسمحوا لي. تمشيو بالجوانب بشويه بشويه وتنعطيو حقه في السقوه هنا. بنتي راه هي اللي بغات تسقي وانا احنا صابرين معها حتى تكمل السقوه ديالتها، وتنزينوا الكيك ديالنا كيف ما تنقول لكم البنات اولا المشاهدين ديالي كيف ما تنقول لكم تيبقى تزيين اختياري وبالطريقه اللي بغيتو وتيبقى اجتهادات يعني في التزيين تيبقى اجتهادات بالشكل اللي بغيتو وبالمتوفر عندك في البيت ديالك تقدري. هنا خدينا واحد الياغورت شوكولا بنكهة الشوكولات اللي تيساوي يمكن درهم ما كاملش، وتنطاليو داك الكيك ديالنا كامل من الجوانب ونزينوه بالفيرميسيل شوكولا اولا الكوك تيبقى اولا نحكو غير شويه الحامض ونرشو داك القشور ديال الحامض من الفوق اولا شوكولات ابيض، تيبقى اختيار التزيين على حساب الاذواق وعلى حساب المتوفر في كل بيت. نكمل التزيين ديالي ونرجع معكم. وتنحاولوا اننا نزينوا الجوانب بالفيرميسيل شوكولا او حبوبات الشوكولات، تقدروا البنات اذا كان عندكم حتى الشوكولات طرف صحيح تنحكوه في الحكاكه الرقيقه وتنزينوا به، مهم على حسب المتوفر. وتبقى انا على الشوكولاته هنايا او الياغورت بالشوكولا لان الوليدات الصغار ضروري ما تيكون اغلبيتهم تيعجبهم الشوكولات وتيعجبهم دوك الحبيبات ديال الشوكولا، هذا علاش خليت بنتي هي اللي تدير لمسات الاخيره ديال التزيين. تنتمنى ان شاء الله باذن الله يعجبكم الفيديو وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في القريب العاجل يا رب. وتنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه اللي تتقولوها في حقي، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في اقرب فيديو وفي القريب العاجل، وشكرا.